بسم الله الرحمن الرحيم. انا السيد نعيم الهردوزي، مسؤول دار الضيافه، غادي اللي نتوما شرفتونا فيها دار الضيافه السويله بمراكش. تتواجد على المدخل الرئيسي لطريق السيار، طريق السيار تارقه 4 كيلومتر، وتتبعد على المدرسه ديال المدرسة الفلاحية السويلة بواحد 400 متر. هاد دار الضيافة تحتوي على عدة خدمات، فيها فندق يحتوي هذا الفندق على غرف كبيرة ومتوسطة، وتحتوي على مسبح، وهذا المسبح حاولنا خصنا يوم للنساء فقط 100% نساء، حيت عندنا الخادمات اللي مشغلين هما اللي يقوموا بالعمل ديالهم هذا اليوم اللي خصنا النساء، خصنا يوم الأربعاء بالضبط. وبالنسبة عندنا هنا مطعم، وهذا المطعم يحتوي على عدة مأكولات تقليدية مغربية، طاجين، طنجية، كسكس إلى آخره، وكذلك مأكولات عصرية، هذه المأكولات بيتزا، شاورما، وتنديروا على حسب متطلبات الزبون، حنا خصنا نرضيو الزبون. وعندنا واحد القاعة ديال الحفلات، هاد القاعة ديال الحفلات والمناسبات متعددة الاختصاصات، منها أعياد الميلاد، منها الخطوبة، منها الأعراس، منها الأعذار، وكذلك عندنا واحد المقهى، مقهى منظر خلاب على الطبيعة، هاد المقهى تتوفر على نقل المباريات الدولية، كأس العالم، الدوريات الأوروبية، تتميز بمنظر طبيعي وعائلي، عندها تطل على كما قلنا على الخضورية وعلى الجبال، وتطل التمركز ديالها والموقع ديالها، وقريبا ان شاء الله غادي كاينه افتتاح واحد القاعه ديال الرياضيه ان شاء الله،